موجة ويكند اليوم تاخذنا مباشرة مش لبنان لكن إلى مصر مع فنانة لبنانية حبيناها برشا كلودا شمالي اللي معنا مباشرة. كلودا صباح النور. صباح الخير حلو أن نصبحوا بالابتسامة الصباح. حبيبي مجيد، صباح الخير، كيفك؟ شو الحمد أخبارك؟ لله، شنو أحوالك أنت؟ لاباس؟ الحمد لله مثل كل هالعالم. الكورونا وين ما كان بكل بلدان العالم. ملتزمة بالحجر الصحي؟ ايه طبعا، غير اني مجبور تلتزم، يعني ما أنا مزحة، يعني انا بتفاجأ بهيدول الكم حدا يلي بيقولوا لك عم بنزل وايام ما في كورونا وعم ننزل بالشارع وتعالي. انا بحس عندي الضرورة 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 واحد ينزل، لانه اذا ما حصرنا هذا الفيروس وتمكننا وخلصنا ما حيمشي الحال. كانه انا بحس هذا مساج من عند الله ليقول لهم ان كنتوا ببيوتكم قعدوا صلوا قعدوا مع عيالكم، لانه في كتير عيال كمان فقدت الجامعه، في امات ما عم تشوفوا اولادها. هذا مساج من عند الله عم بيقول لهم قعدوا جمعهم، يعني كانه جمعوا. كلودا بعد هالكلام الرائع ننطلق معاك في فقرة لو مجموعة من الأسئلة اليوم في موجة ويكند. كلودا شمالي حاليا في ظل هالفيروس كورونا اللي منتشر على مستوى العالم الكل مش حتى كان في الوطن العربي، انت حاليا موجودة في مصر، فما أيضا حالات، فما أيضا حجر صحي، فما حظر تجول للكل. لهنا إذا خيرتك، لو خيرتك ما بين أنك تبقي في الدار وإلا تخرجي، شنو تعملي؟ أكيد بضل بالبيت. أها ملتزمة. طبعا يقولوا علي مليون مرة جبانة، بس ما يقولوا الله يرحمها، بقولها دايما، يعني لما حدا بيجي بيقول لي لكن زالي وشو فيها، فيها ايه؟ وخاصة هون بمصر فيها ايه؟ قومي تعالي انزلي. لا لا حبيبي، بتقولي جبانة، بقولها هي اوكي قولي مليون مرة جبانة، بس ما تقولي عندي، بعدين تقولي الله يرحمها. يعني بس لو كلودا أو في الوقت هذا الحالي، وفما نعرف عندك معجبين ما شاء الله، لو واحد من المعجبين وطلب انه باش يسلم عليك تسلمي؟ بسلم، ما اقولي باجري من تحت، بقول له او من بعيد او من بعيد، بعمل له هيك. هاي ليه هو هالقد بلا ذوق بده يجي يسلم؟ منه شايف هو الوضع، انه قد ايه الوضع مستفز وقد ايه الوضع ما بيسمح، انه هو لازم يكون عنده ذوق. اكيد ما يسلم، يسلم علي بعيونه من بعيد 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 بعيد. واضح. لو طلبوا منك انك تغني اغنية على الكورونا تغنيها؟ كورونا بغنيها؟ انا برأيي انه هلا بغني هيك، بقول بعمل افه مثلا، اذا بدي هيك امبارح عم بمزح تال على لايف، قلت لهم على دلعونا دلعونا الكورونا دخلت على بيوتنا وهيك بالمزح، يعني بحب ركب جمله انا، بس اعمل غنيه كامله للكورونا؟ لا، لانه قد ايه رح تبقى الكورونا بين ما تخلص الغنيه وتحضر كلامها ولحنها بدك تنزلها، وخلصت الكورونا ما حنضلنا كل حياتنا بالكورونا. إن شاء الله تعقب السلامة، إن شاء الله يا رب، هذا المهم. حبيبي علينا وعلى كل شعوبنا أكيد. لو خيرتك في مكتبة عمومية إنك تختاري كتاب حتى تقريه، أي كتاب ممكن تختار كلودا؟ شعر أكيد، شعر، يعني أنا كتير بحب مثلا جبران خليل جبران، كتير بحب يعني نزار قباني، هيك قصص، يعني بدي أقرأ كلام استفيد منه، يعني أوقات بياخد بعض المصطلحات أنا كتير بيساعدني للمواويل للأغاني لإلي، لو ما أخذت المقطع كله. بس أوقات منضطر نحن كفنانين بدنا نغني لمناسبة معينة أو هيدا، بأوقات كتير بضطر أنه أقرأ، وغير أني استفيد، بتستفيد بدماغك بعقلك بفكرك، لازم تقرأ أي شيء. يعني أنا برأيي لازم واحد ليطور حاله دايما يقرأ، وعدينا مع الوقت لما الإنسان بيكبر بالعمر كل ما بيقرأ كل ما كتير منيح للألزهايمر لكل شيء. لو كلودا حست بالملل شنو تعمل؟ مستحيل أنا حس بالملل، ما بخلي حالي أغرق بالملل، يعني أكتر من هلأ أنا أصعب حدا، أنا اللي عايش فيه هلأ أصعب حدا أني قاعد ببيت بين أربع حيطان لوحدي، غير أني محجورة قاعدة لوحدي لوحدي لوحدي،
انه مهما كان قاعد انت ببلد مش ببلدك اولا. تاني نقطه بحس الملل قرب علي، بقول لك اني انا بعيده عنه بس بجرب اني ارفضه، بجرب اعمل المستحيل، يعني بدخل على الغرفه الثانيه بقعد بعمل رياضه، جرب انا اتاقلم، جرب حسس حالي انه ما في كورونا، حسس حالي اني انا عايشه عيشه طبيعيه، ما بدي حسس حالي لحتى ما اغرق ولا بالدبريسيون ولا اغرق بالملل ولا اقول اف انا قرفانه. لا، انسان هو بده يخلق السعاده وين ما بيكون. خلصت سبور بروح بغني، بطبخ كتير قصص يعني لحتى ما حس بالملل. نعم. اذا كتير كتير صار خلص الوقت مش قادره وبدي اقرب الملل علي، واتصل بمجيد، واتصل باصحابي اي لحتى ما اتجر يعني. نعم. لو طلبت منك مساج ونداء للمستمعين والناس اللي يسمعوا فينا، مساج للناس بقلكم اول شيء انا بحبكم كتير، تاني نقطه بليز صلوا وآمنوا أكتر بالله. لو خيرتك من بين الأغاني أي أغنية تختاري؟ أنا أغاني ولا صراحة صراحة مجيد، هذا أول حدا بيسألني سؤال بحتار فيه يعني لأنه عندي شوى كله، لأنه بدي أقول لك شغلي في شي بدي أقول لك إيه. هلا رح أختار لك أنا أغنية، بس اليوم بالذات أنا لما بدي أختار ألبوم أو بدي أعمل كذا أغنية، ما في غنية ما بختارها من قلبي يعني من أحساسي. مستحيل كون عم بختار غنية لجامل حدا أو كرمال حدا بدي غني، لأنه أنا ما بقدر صوتي استخدمه كيف ما كان، يعني غير ما استخدمه بإحساس ما بقدر، ما بيطلع حلو، ما بيوصل صح للناس بصدق. بس بما أنه حبيب الروح كل العالم بتحبه، أكيد بختار شو بدك أكتر من هيك حبيب الروح. ذكريني في كلماتها غناء دندنة صباحية. يا حبيب الروح نادي ما بحمل كلمة ترادي، قلبي مش زعلان منك شو بدك وزيادي، طلبت القلب عطيتك قلبي، طلبت الحب عطيتك حبي، طلبت القرب تهنى بقربي، شو بدك أكتر من هيك. يا عيني، هذه من الأغاني اللي نجحت نجاح. بعدني نايمة، بعدني واعية من النوم، الصوت بعد ما منجلة. لا ما شاء الله ما شاء الله، ربي خلينا هالصوت. الحمد لله. إن شاء الله تبقي ديما بصحة وسلامة. كلودا، الإذاعة التطاوين اليوم في موجة ويكاند. تطاوين مشوار أنا وتطاوين صراحة. أول ما تعرفت على تطاوين كنت أقولها غلط، والفزة تواتين وما زيد يصلح لي وما زيد يصلح لي يا كلودا، مش أعمل فيديو أبعت لتطاوين حط فيه الفيديو بالانترفيو قال لهم تواتين وما زيد قال لي لا بليز تطاوين. تطاوين إذاعة أنا شخصيا يعني بحبها كتير، وبحب الستاف كله فردا فردا فردا، هلا اكيد نسيت بعض الاسماء، بكفي انه هن كلهم على فرد لمي وعلى مجموعين وبحبوا بعض. تحيه كتير كبيره لاسره الاذاعه، والتحيه الاكبر لمجيد الاعلامي يلي انا ما عم بيض وجه لانه انت عم بتحاورني، انا عم بغمض عيوني وبعتبر اني هلا عم بحكي لوحده مزيد مش موجود. هو يلي جمعني بتطاوين، وهو يلي له كان حس كتير كبير بهالاذاعه ودخل عليها من كبار النجوم والفنانين، وصارت منتشره اكثر ومسموعه اكثر. يلي بدي اقوله لتطاوين، كلودا شمالي بتحبك. شنو هالكلام الرائع يا كلودا، الله يخليك، هي المحبة تجمعنا، وهذا التواصل الرائع معك يا كلودا. إن شاء الله ديما تكوني بخير، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفك لهنا في تونس، خلي تمشي هاي كورونا ولا وتجينا. تونس أنا بعشق تونس، يعني شو بدي أقول لك، تونس وشعبه. لو إن شاء الله أكيد أول ما نخلص الكورونا أكيد رح كون بتونس، حتى لو ما عندي حفلات ولو ما عندي شغل أنا حابة أجي زور البلد، يعني بدي أقعد كيف ما كان مينيموم شهر هيك أشوف البلد، قد ما بشوف قصص عن هالبلد بعشق أنه أجي أكون قاعدة فيها
وقت طويل ونتفسح أنا ومجيد ويقول لي هون شو فيه وهون شو فيه. أكيد أكيد أنا بتشرف وتحياتي لكل الشعب. نورينا. وبعد في شغلة بدي أقولها أنه قربنا على شهر الكريم، على شهر رمضان، رمضان كريم لكل العالم، لأنه بلكي ما قدرنا حكينا مجيد. إن شاء الله كل عام وانت بخير. إيه إن شاء الله يا رب يكون بحلول هالشهر الكريم هو يطلعنا من الكورونا ومن هالقرف هالوباء اللي عم بيأكل العالم أكل صراحة، وهذا شيء كتير بشع. يا رب أمين. يا رب يتزيح عنا الوباء وإن شاء الله تكوني بخير، وإن شاء الله من مصر إلى لبنان ومن لبنان إلى تونس وإن شاء الله ترجع الأمور عادية بإذن الله. نقدر نسافر يا رب. يعيشك يا كلودا. شكرا. نهارك سعيد يا رب. نهارك طيب. شكرا كلودا. نهارك طيب. عايشك. شكرا.